أهلا بكم من موقع حفل الأوسكار بنسخته 88. ساعات قليلة تفصلنا عن انطلاق الحفل العالمي، وهذه آخر التحضيرات الخارجية لاستقبال النجوم. أقف الآن في هوليوود بولافارد الذي تغطيه السجادة الحمراء بمساحة تبلغ 152 مترا. هذا الشارع الحيوي الذي يعج بالزوار عادة مغلق من جميع الاتجاهات أمام النشاطات السياحية. من هنا من على السجادة الحمراء ستجرى لقاءات صحفية متميزة مع المرشحين والمدعوين، وكما كل عام سيختار النجوم أزياء عالمية بتصاميم مختارة بعناية لتتصدر إطلالاتهم الصفحات الأولى. هناك يقع مسرح دولبي الذي يتسع لأكثر من 3000 من الحضور، وهنا ستنصب تماثيل الأوسكار التي أعدت بحجب الإنسان ليلتقط الحضور بجانبها الصور التذكارية. التحضيرات جارية على قدم وساق لاستقبال الاحتفال السنوي الكبير، ويوم أمس من قلب المطبخ الرئيسي تحديداً قمنا بجولة خاصة مع الشيف وولفغانغ باك. سنقوم بخدمة 1500 إلى 1600 شخص، لكننا سنقدم لهم الطعام جميعا في ساعة ونصف إلى ساعتين، لذلك لدينا في المطبخ 350 شخصا، نصفهم في هذا المطبخ والنصف الآخر في المطبخ المجاور. ليو شخص رائع فعلا، جاء إلى المطعم وسألني ماذا ستطبخ لي. سأطبخ له أي شيء يريده طبعا. ليو يحب الطعام المستوحى من المطبخ الآسيوي ويحب السوشي أيضا، وهو أمر جيد. سيكون لدينا 5 طهات للسوشي وطاولات كبيرة سيقدم عليها السوشي بمستويات مختلفة. سيكون عشاء فاخر. لدينا جميع الشوكولاتة للأوسكار، حتى القطعة الكبيرة هنا مصنوعة من الشوكولاتة، ثم نقوم بطلائها بالذهب من عيار 24 قيراطا. الجميع سيحصل على الأوسكار من المطبخ حتى أنت. خلف هذه الأبواب المغلقة مغلفات بأسماء الفائزين تفصلنا عنها ساعات قليلة جدا ينتظرها العالم خلف الشاشات، والحضور داخل مسرح الدولبي. كنت معكم أنا رافي بوصيان من هوليوود كاليفورنيا.